انت عارف واحد السيد. السلام عليكم. السلام. شنو الاسم ديالك؟ منير. سي منير، منين جيتو؟ من طاليان. من طاليان، فينا بلاصه في طاليان؟ كاين في بيرغامو. بيرغامو مزيانة. كتعرف سعيد بيرغامو؟ عارفه مزيان، ديال ولد بني ملال. عارفه مزيان بيرغامو، مزيان. غدير لي فابيني من هذا. وان شاء الله في المغرب فينا بلاصه؟ الفقيه بن صالح. الفقيه بن صالح؟ لا، واش انت بالضبط من الفقيه بن صالح ولا من الفقيه بن صالح؟ بالضبط بالضبط. انت عميري؟ انا شكدالي. شكدالي مزيان. اذا ملي كنبغيو ندوزو من الفقيه بن صالح للدار البيضاء، إيه؟ كنمشيو على برشيد خريبكا. خريبكا ولاد عزوز. ولاد عزوز الفقيه بن صالح. الفقيه بن صالح. ومن بعد الخدامه شنو كاين؟ كاين سوق السبت. سوق السبت ولاد النمى، اللي هو اكبر سوق اسبوعي في المملكه المغربيه. إيه؟ وحده بني ملال. مرحبا بك، انت اللي جيتي صايق؟ انا اللي جيت صايق. دوزتي الطريق مزيان؟ الحمد لله. استراحتي شويه؟ استراحين شويه. لا، واش كنتو كديروا المبيت؟ لا لا، بقينا سيمانه في اسبانيا. اه نعم، مزيان. انا كيعجبني شي واحد من الجاليه اللي كيجي ويجلس اسبوع يستراح شويه. خيط من السماء ما خدامهاش. هذا الفقره هذه دابا اللي كنتقاسموها مع المستمعين مباشره على اثير اذاعه الصوات مع الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، باش نحافظوا على الامن ديالكم والسلامه ديالكم. خص الواحد كل ساعتين يستراح، ما خصوش يجري، خص حزام السلامه. الدراري الصغار 12 عام خصو يجلس في الاماكن الخلفيه، ما يجلسش قدام. حنا غنعطيوك واحد السؤال، الا جاوبتوا عليه غادي نعطيوك واحد الهديه رمزيه تقاسموها. مرحبا. انت دابا جاي، اوراق السياره خصك تكونتروليهم، الحاله الميكانيكيه ديال السياره خصك تراقبها مزيان، الفيدونج هادي باش ما يوقعش لك شي افات في الطريق. مزيان مزيان. اه نعم. شنو هما لي زاكسسوار اللي خصك تهز معاك ويكون معاك ضروري في الطوموبيل لا قدر الله وقع شي حادث؟ شنو خصك تهز معاك؟ البلاكه ديال لومبان. البلاكه ديال لومبان واحد. عندي طفايه ديال العافيه. طفايه ديال العافيه جوج. جيلي. جيلي ثلاثه. الرويده سكور. الرويده سكور ربعه. ودابا ما عنديش بولا ديال السكور، لحقاش عندي الطوموبيل ديال اللاب. ولكن دابا الا وقعتي اون بان رويده ديال السكور، اشنو غادي تهز معاك؟ الكريك. الكريك هو الكريك هو كلشي. وين ما كانش معاك الكريك والساروي باش ولاش ولاش ياك هذه اللي كتسمع في الراديو ولاش. والجواب ديالو صحيح، غنصفقوا عليه، غنصفقوا عليه الجواب ديالو صحيح. وراديو اصوات كيهديك هذه الهديه، فيها بعض لوازم ديال السياره. الا نسيتي شي لعيبه غتلقاها هنايا. شكرا. ما تلقاش على الرويده طبعا، راه غتلقى بزاف د الحوايج. يلاه قلنا شي كلمه للجاليه المغربيه والاصدقاء ديالو الاهل ديالك اللي غادي يعدوا من الفقيه بن صالح. الله يخلينا ديما فرحانين. الله نطلب من الله اولادو يضربوا مع الميكرو. الله يستر. هذا راسي ديال. يلاه خلي باباك يكمل. تنتمنى بنادم يكون ما يكونش الحاقد، ما يكونش هذه، بنادم يدوز عطله مزيانه ويدوز وقت مزيان، والله يخلي لنا هذه البلاد سعيده. امين يا ربي امين. حنا كنتمنوا لك طريق السلامه. الله يحفظك. نوصل ميناء طنجه المتوسط تمشي للدار ديالك فقيه بن صالح. وتحيه ليك. الله يخلي لك وليداتك، وحنا رحنا مرافقينكم حتى توصلوا ان شاء الله.